السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدرسة أطفال الرمثة النموذجية، معكم معلمتكم براء أبو سيف، معلمة الرياضيات للصف الرابع. اليوم سوف نبدأ بالدرس الخامس من الوحدة الثالثة، وعنوانه أولويات العمليات، أو كان يقال عنه أولويات العمليات الحسابية، لأنه يتحدث عن وجود أكثر من عملية حسابية في نفس العبارة العددية. كيف يا رابع؟ يعني لو كان عندنا مثلا مثل هذه المسألة، عندنا عملية حسابية اللي هي الضرب والناقص، يوجد عمليتين حسابيتين، من أين سوف نبدأ؟ فدرسنا اليوم سوف نتعلم من أين نبدأ الحل عند وجود أكثر من عملية حسابية في المسألة الواحدة. قبل البدء في حل أمثلة، سوف أنتقل إلى هذا السلم اللي هو يسمى سلم أولويات العمليات الحسابية، سلم أولويات العمليات الحسابية. رابع، هذا السلم يبين لنا من أين نبدأ في الأولوية. عندنا أهم أولوية هي للأقواس، ومن ثم الضرب والقسمة، وبالآخر الزائد والناقص. إذن أهم إشي عندنا الأقواس، بعدين ضرب وقسمة، زائد وناقص آخر إشي. نلاحظ وجود عمليتين بنفس الدرجة، معناها أنهما متساويتان في الأولوية. الضرب نفس أولوية القسمة، الزائد نفس أولوية الطرح. إذا من أين نبدأ إذا تساوت الأولويات؟ إذا تساوت الأولويات، إذا كان في عنا مسألة فيها ضرب وقسمة في نفس المسألة الحسابية، نقول بأن نبدأ من اليسار. إذا دائما إذا تساوت الأولويات نبدأ من اليسار. يعني إذا كان في عنا زائد وناقص في نفس المسألة، من وين أروح؟ الزائد ولا على الناقص؟ من اليسار. لأنه يا رابع إذا ما مشينا على الأولويات راح يكون عندنا الإجابة خاطئة، الإجابة مستحيل تكون عندنا صحيحة. سوف أبدأ بالمثال الأول، 4 ضرب أقواس داخلها 10 ناقص 5. أهم إشي عندنا الأقواس، أو أول أولوية هي الأقواس. راح أشبه لك إياها لما نروحنا على مثلا، أنت ذهبت إلى بيت جدك أو بيت الجد، فمين أهم شيء في بيت الجد؟ اللي هو الجد والجدة، نتخيلهم هم الأقواس. الضرب والقسمة نتخيلهم الأعمام أو العمات. الزائد والناقص رح تتخيلهم معي أولاد العم أولاد العمة. فمين أهم شيء عندنا؟ الجد والجدة، بعدين بسلم على عمامي، بعدين بسلم على أولاد عمي أو عماتي. فهيك هو الأولوية، الكبار ثم الوسط ثم الصغار، مفهوم؟ أقواس، ضرب، قسمة، زائد، ناقص. سوف أبدأ بهذا المثال، في ضرب وفي أقواس، رح نبدأ من الأقواس. إذا نضع خط تحت الأول عميل رح أقوم فيها اللي هي الأقواس، 10 ناقص 5 5. بنزل باقي المسألة كما هو، ضرب 4، 4 ضرب 5. إذا نزلنا 4 ضرب الأقواس، شو راحت؟ راحت الأقواس، لأني لما أوجد أقوم بالعملية اللي داخل الأقواس تذهب الأقواس. فعشرة ناقص 5 5، نضع كل عملية في سطر يا رابع. ترتيب الحل، 4 ضرب 5 20. إذا إجابة هذه المسألة كم؟ 20. إذا يا رابع هذه المسألة اللي هي 4 ضرب 10 ناقص 5 تسمى عبارة عددية. ما لها هاي العبارة؟ هي عبارة عن أعداد وعمليات حسابية، ما فيها إشارة يساوي. لاحظوا معي، ما لا يوجد عندنا إشارة يساوي داخل العملية، يعني داخل العبارة. ننتقل إلى المثال الثاني، 40 ناقص 8 تقسيم 2. نشوف هاي المسألة، نشوف هاي المسألة، راح نشوفها هون، راح نحلها. في أقواس وفي ناقص، راح نبدأ من الأقواس. 8 تقسيم 2 عندنا 4، بننزل 40 ناقص 4، 40 ناقص 4 كم يساوي؟ مباشرة ممكن نحلها أو ممكن نحلها بسطر جديد. 0 ناقص 4 لا يجوز، ال 4 بتصير 3 والصفر بتصير 10، 10 ناقص 4 6 و3 تطلع في الإجابة 36. الإجابة 36. سوف أذهب إلى مثال آخر، 4 ضرب 6 زائد 12 ناقص تقسيم 2. نلاحظ أن هذه المسألة أو هذه العبارة العددية لا يوجد داخلها أقواس. ننتقل إلى مين؟ في عنا الضرب زائد قسمة. من أين نبدأ؟ في عنا ضرب وقسمة أهم من الزائد، صح؟ طب أبدأ من اليمين ولا من اليسار؟ حكينا أول ما بدأنا الحصة أنه عند إذا تساوت الأولويات، يعني الضرب والقسمة في نفس الدرجة، فإذا تساوت الأولويات نبدأ من اليسار، لأنه إحنا كتابنا يا رابع الأرقام مشترنا نأخذها باللغة هاي الإنجليزية، فبنتعامل دائما من اليسار، العمليات الحسابية من اليسار. 4
ضرب 6 رح نبدأ اللي هي 24 وبنزل باقي المسألة كما هو، ما بصيب في إشي، مش قمنا بأول عملية نزلنا الباقي كما هو. الخطوة الثانية في زاد وفي قسمة، أكيد مين أقوى؟ القسمة، رح نروح لها. بنزل 24 زائدا 12 تقسيم 2 اللي هو عندنا 6 ويساوي 24 زائد 6، 6 زائد 4 اللي هو 10 و1 باليد 2 و1 3، الإجابة 30. ماشي يا رابع؟ هيك إذا كانت عندنا نفس اللي هي ضرب وقسمة من نفس الأولوية رح نبدأ من اليسار. نشوف المثال هون، عندنا أقواس ثم قسمة ثم زائد. لمين الأولوية؟ للأقواس، بحط تحتها خط. بدنا نوجد الناتج، هاي العمليات الحسابية. رح نبدأ من الأقواس، 25 زائد 5 30، وبنزل باقي المسألة كما هو. في زائد وفي قسمة، وين أروح؟ أكيد القسمة أقوى من الزائد، هي هذا سبقها في درجة. ف30 تقسيم 2، 30 تقسيم 2 إذا أنت يا رابع مش عارفها رح نقسمها على القسمة الطويلة، إذا أنت عندك مشكلة فيها رح نقسمها على القسمة الطويلة، لكن في طلاب كثير بيكونوا حافظينها، أنا رح أقسمها قسمة طويلة. 3 تقسيم 2 1، 1 ضرب 2 2، نطرح 3 ناقص 2 1، الصفر بينزل 10 تقسيم 2 5، 5 ب 2 10 والباقي صفر، إذا الناتج هو 15. في طلاب بكون عارفين إنه 15 زائد 15 30، إذا 30 تقسيم 2 15، أو ممكن نقسمها قسمة طويلة 15 زائدا 6، نستطيع الآن الإجابة، 6 زائد 5 11، 1 زائد 1 2، إذا الإجابة 21. 21 هاي رابع بكون هيك إحنا أخذنا أمثلة على الأولويات العمليات الحسابية، ضروري نطبق عليها لأنه من دونها رح يكون عندنا الإجابة دائما خطأ. الآن سوف أنتقل إلى مسألة حياتية تطبيقا على الأولويات العمليات الحسابية. عندنا هذا السؤال من أسئلة التحقق من فهمي صفحة 78 من الكتاب الملون، بحكي لنا اشترى عمر 4 قمصان و3 أحذية، إذا كان ثمن القميص 8 دنانير وثمن الحذاء 15 دينارا، فكم دفع ثمنا لها؟ إذا اشترى عمر 4 قمصان و3 أحذية، ثمن القميص 8 دنانير وثمن الحذاء 15 دينارا، فكم ثمن أو ما دفع، كم دفع ثمنا للقمصان والأحذية؟ رابع، بدي أنوه لشغلة وأوضح لك شغلة. لما يجيك سؤال على مثل هيك، يعني أشياء قطع اشتريناها ولها ثمن، مثل مثلا اشترينا 4 كيلو من التفاح أو 5 كيلو من الخضار أي نوع مثلا، ومعطيك ثمن الكيلو الواحد، كيف نطلع ثمن الخمسة كيلو أو الأربعة كيلو؟ دائما رح تكون العلاقة هي ضرب، نضرب ثمن الكيلو الواحد ضرب الكمية، كم هي الكمية؟ اشترينا 10 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، نضربها بثمن الكيلو الواحد. كذلك الأمر ينطبق على العلب، مثلا اشترينا 5 علب مثلا من الألوان، ثمن العلبة دينار و15، فرح يكون كم ثمن الخمس علب؟ رح نضرب الخمسة بالدينار و15 أو اللي هي 115 قرش. الفكرة لازم تفهم اللي هي العلاقة ضرب. كذلك الأمر في هذا السؤال، عندنا 4 قمصان، بدنا ثمن الأربع قمصان كم ثمنهم؟ أنا معي ثمن القميص الواحد 8 دنانير، إذا رح نضرب 8 في 4. معنا 3 أحذية، ثمن الحذاء 15، نضرب 3 في 15. ماشي يا رابع؟ هذا الحكي جدا مهم، بهمك للمستقبل كمان. الآن بدنا كم دفع ثمن لها؟ أول شيء نطلع ثمن القمصان، بعدين ثمن الأحذية. إذا ثمن القمصان كم يساوي؟ يساوي عندنا 4 قمصان ضرب كم ثمن؟ ضرب ثمن القميص الواحد، 4 ضرب ثمن القميص الواحد 8، 4 ب 8 32 دينارا، هاي ثمن القمصان. طب الأحذية، ثمن الأحذية شو بيساوي؟ ثمن الأحذية يساوي 3، لو اشترى 3 أحذية عدد القطع ضرب ثمن القطع الواحدة أو ثمن الحذاء الواحد، ثمن الحذاء الواحد. عندنا 3 ضرب 15 تساوي 3 في 5 15، و3 في 1 3 و1 4 45 دينار. مفهوم يا رابع؟ هاي رح نعممها القاعدة، لما يكون عندنا أكثر من قطعة وبدنا ثمنهم بنحكي عدد القطع ضرب ثمن القطعة الواحدة.
لا أنا هيك لسه ما انتهى السؤال، بدنا كم دفع ثمنا لها لكل هاي المشتريات؟ رح نجمع ثمن القمصان زائد ثمن الأحذية، يعني 32 زائدا 45 ويساوي 5 زائد 2 7 و4 زائد 3 7، فالإجابة 77 دينارا ثمن المشتريات اللي اشتراها عمر. مفهوم يا رابع؟ إذا رح نكتبها هون دائما ثمن القطع شو بيساوي بشكل عام، شو ما كانت القطع، خضروات، فواكه، ملابس، ألوان، شو ما كانت، أقلام، شو بيساوي عدد القطع، هاي مهمة جدا، ضرب ثمن القطعة الواحدة يا رابع، هاي مهمة جدا. لما نشوف أسئلة فيها ثمن أكثر من قطعة ومعطيك قطعة واحدة ومعطيك عدد القطع، بنحكي ثمن القطع يساوي عدد القطع ضرب القطعة الواحدة. مهمة جدا جدا هاي الملاحظة يا رابع، بتمنى تكون وصلت الفكرة. هاي فكرة درسنا، إنه هون كانت عنا الأولوية، قمنا بعملية الضرب ثم عملية الجمع، وممكن نحلها مرة واحدة هذا السؤال. كيف ممكن أحله؟ بس قبل ما أنهي، ممكن أحله السؤال هذا المثال بطريقة مرة واحدة، دون مش على مرحلتين، رح احله على مرحله واحده، انه نحكي 4 قمصان ضرب 8 دنانير زائدا عندنا 3 احذيه ضرب 15 دينار. هيك حليتها بخطوه واحده، عمليه حسابيه واحده او عباره عدديه. كيف بحلها؟ يساوي الاوليه للاقواس، عندنا قوس على اليمين وقوس على اليسار، رح نبدا باليسار، 4 ضرب 8 32 زائدا 3 ضرب 15، الأولوية للأقواس يساوي 3 ب 15 45 زائد 32، الإجابة 77. هيك كمان طريقة للحل مباشرة. مفهوم يا رابع؟ كلاهما صحيحة الطريقتين. بتمنى تكون وصلت فكرة الدرس، جدا سهلة، نتدرب على الأسئلة اللي داخل الدرس، ويعطيكم العافية يا رابع.